سعيد بن جبير نكي لأورن جري آي لقد قتل هو الذي ليس سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه سعيد بن جبير با الذي لي أرضنا كرك هذا حال ونقصه ننقف أحد وسجور بن آدم إلا وهو محتاج إلى علمه علمه سوء بهناوه إنك أسوى علمه إذا مخلوق رأينا يبه هايين أيها الذي لي حجاج بن يوسف الذي لي سيرنا إمام دون توا أحمد بن حنبل إمامك وإناء أيها سيدا يعني صاحب مذهبك هو أحمد بن حنبل كان وحوه هذا فتن بوها سعيد بن جبير نندل يرى وثيق الجسم جركي سوء أذقيه مكتمل الخلق خلقه سي أبورك سوء كامل يهي متدفقا يعني تفقيه يعني حوية إيه والنشاط حوية حياته يعني حياته إيه والنشاط وانك وانين حي أسولم إيه حية تنتو حي نمضه وهبل وحال إيه يعني وانين في فرعون حي أول مالك حيوية آية آية حيو آية حيوة إيه والنشاط أي حيوية يعني حياته إيه والنشاط مبالغ بوحي نكاس وكان وحوى إلى ذلك وحو قدر صدي ذكي الفؤاد بوها نين قلبي سوء فهم بدي هاي بوها حاد الفدنة بوها نين يعني فهم جيسية قرشدي سوء دارت هاي بوها نزع عن بوها إلى المكارم وحيالها ونواناكس نين آد ود ذالوها متأثما بوها من المحارم حمانتا يدن بغان ان اسكت الى لي وكفو قادوها ولم يكن موسى نهان سواد لونه مدب كيسا مدو كيسا ان افريكان ومدو بوها ايا وفلفلة شعره تميه سجرير نمدو ذا اتكان توضو ايا وحبشية اسله اسل كيسا حبش نمدو انو اسل كيسا افريكانها عرب موسى نقال يعني حبشية اسله اسل كيسا افريكان نمدو لتنال مدقارته وحكربته من شخصيته شخصيته سبحانه انت ما يتاهيه يعني مرها داد يعني إلهي عبادته داعاته تكو عزوده حي كارده بيساده دنا أذاه دنا أتنصب إيوه يعني فالحمجر كايوه حي كارده بيساده هذا كامون بيساده لتنال من شخصيته واحد آية المتميزة سو عنيد الفذة أوكليقة هيدي وذلك على الرغم من حداثة سني أيضا وليب ودائري بكسي درصري انت وليب ان دائر بهاوة ولقد أدرك الفتى نينكي دالين يرضها وحوها للي الحبشي أصلا حق أصلهان مركي لفيرينا أفريكان كهو حبشي يعني أفريكان بوها العربي عربي أها ولاء حق ولاها نول ويعني حق حرينت مركي لفيرينا يعني وليه سساس هو العربي ولاء نول أي طبعا يعني لا نصبنه حق يعني ولاها مركي ليلة أكهو أن العلم وحوها لأن العلم علمي إنما هو إنه يهي دريقه دريقي سي القويم أوتوسنا الذي كاسو يوسله قارسين إلى الله وأن التقى تقوضي على كعبسك إنما هي أيد سبيله وددي سينا يتهي الممهدة لقبلي التي تاسو تبلغ به الجنة جنة قارسين فجعل التقى تقوضي وحكي لي في يمينه عبسي ذا إلهي وقعنت من ذوكو قبصة والعلم علمين في شمالي قعنت من ذوكو قبصة وشد عليهما يعني يديه لبضك عموض بوكو قبصة كلتيه وتقوذي إيه علمي بلبضك عموصة وقبصة وانطلق ووتقي يقدع أسوه قيني بهما لبضه الرعلة الحياة نولش يعني انت يا هاي دوردن غير أوان ولا متمهل غير أوان أسوه كذب دعين ولا متمهل مرننا آن هلمامين واي ها حياته دي النولش يسوى حياة هاي دور دن علم يعني وكب حيوة يا معرفة وكب حيوة كو فمنذ النعومة أدفاره يران تيسي لغصو بلابو كان الناس ضدك حياة هاي يرونه قوة أركو إما عاكفا إنو يهي على كتابه إنو كتابك يسي دلفا ديو كن لغي يتعلمه أو صافا إنو يهي ننتاقنه في معرابه يتعبد أما الصلاة بوتاقن يهي أما الكتاب كما كرفة دياء وعلمك يعني وربرنا يا. ذلك هو أصغر رابعة يعني رائعة المسلمين وهي في عصره لنكي المسلمين تدهد هذا يعني فريد كهاي عجبك لها يقرح له بدناوة سعيد بن الجبير رضي الله عنه وأرضاه أحد الفآية أخذ الفتاة لنكي دالي يرى هو قاتل سعيد بن الجبير العلم وحكقاتي عن ضائفة بكقاتي من جلة الصحابة
صحابه رجل اجلد واوينا من امثال ابي سعيد الخدري وعدي بن حاتم الضائي وابي موسى الاشعري وابي هريره الدوسي وعبد الله بن عمر وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم اجمعين. ايه تتكاسو كقاتل علمه بيد ان استاذه بيد لكن ان استاذه استاذ كيس شيخ سال اكبر اي وين ومعلمه معلم كيس الله عظمه وين كان وهو هذا عبد الله بن عباس حبر امه محمدها وبحر علمها الداخل امه محمد يعني امضان عالم كذي يبدد دي حبر الامه ليلى اي حبر الامه اي نينكي بدا انا والي البحر واي فانكي علم البحر بدا كو هاو لزم هو لازم سعيد بن جبير عبد الله بن عباس بن لازم لزوم الذل لصاحبه قف كسون هوس كيس وغهرين وان حركو يعني سو صاحب كيس ولازمه فاخذ عنه حققات القران قران والتفسير وكقات والحديث وكقات وغري يعني وغريبه وكقات عليك غريب يعني غريب الحديث أما اللغة أي واحد غريب هو وتفقه وفى مدينة على يديه في الدين وتعلم منه وكبر التأويل تفسير يعني يتأويلات كل جرى قرآن كأي كبر ودرس عليه اللغة لغة أي أغري فتمكن منها لغة بمكان صدي أعدم تمكن عجيب ويابل اللغة أبر حتى غدا إلى هذا سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أرض الله كرك أحد أحد أصنعانين من أهل زمانه إلا وهو محتاج إلى علم حد وحوق جارين ليري أرض الله ندش إذا ما صارنا أحد إلا علمك سوى أباه إنك سعيد بن جبير لعلمك سوى أباه غفا غفا استوى ثم طوف ووريق سعيد بن جبير في ديار المسلمين مسلمين يعني مقالوين كذي بكور بحثنا عن المعرفة أسوأ أقوانت علم غير هذين يا ما شاء الله أن يطوف فلما اكتمل له مركو أكامل لغة ما أراد وحو دوني أو من العلم اتخذ الكوفة مقالة الكوفة اللي إلى هذه العراق قطع له كدكت دارا له إيه ومقاما لك ماشو دقي لها كوفة كدكت كوفة أيوز كدكت وقدا وحو هذا لأهلها كوفة أهل كيدي معلما إيه وإماما بو النقد مقالة كوفة أيو معلم كاها ذاتك علم كبرو يعني وحوها إمام بو هاوي كان يؤم الناس ذاتك أيو يعني إمام أن قنجر في رمضان رمضان أيو دتك تجينا يا تراويح ذي قيام الليل كدتك تجينا يا فيقرأ ليلة هبين وحو أقرنا يا بقراءة عبد الله بن مسعود وأقرأ هبين كلا وحو أقرنا يا بقراءة زيد بن ثابت وثالثة هبين كلا وحو أقرنا يا بقراءة غيرهما وهكذا قراءات قراءات ورب كرك كهياده مركز هبين بمد بك تجينا يا ذك أطيع إمام كان وكان وحو هذا إذا صلى مركو تكنا يا منفردا كلجي وأمركم السنة هي سكتوا كنا يه فربما قرأ القرآن كله قرآن كردن إنه أقرأ لي في صلاة واحدة هل صلاة هل صلاة القرآن كردن كل عام يعني ضد بدن بوا حل وريا إن هل رجعت كلي القرآن كردن مايين رجع سو كم إذا هذا سعيد بن جبير بقى كم إذا يعني رجع عثمان بن عفان بقى كم إذا تميم الداري بقى كم إذا رجع يعني اللي القرآن كي هل رجعت كردن مايين رجعت كلي وكان وحو هذا إذا مر مركو صومر بقول الله عز وجل فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون آية آية دا مركو أغرية آية إذا هلمتك فسوف مردا ما يعلمون وقان دونا إذ وقت الأغلال كتنده سلسله في أعناقهم لقنت اللوق لي وسلاسل سلسله يسحبون الوجيد آية في الحميم في الحميم بالوجيد يعني اي بي كلها نارتها ثم في النار يسجر اي نارتها يعني نارتها دحد هذا الوجيد يعني وكو قال يعني اهل النار ملائكتها قوانيس انت لغنت سلسله اللي غيريو غعمها هي لغنت اللي اسكو خيدو ايا نارتها لو جيديا او مره مركو سو مره بنحو يا ايات اسو لمده من ايات الوعد والوعيد اقشعر جلده جركي سايا قمد عيون يو غريريو وتصدع فؤاده قلبي سياد الدلاعي وهمد عيناه لبدي سيندود يا المين يشوي ثم لا يزال كالزول مايو يبدا فيها انه ايدا بالله ويعيد كعلنيه حتى يوشك الى ودواده ان يقضي نحبه الى نفط انه نفطك بعد وين نفطك لبعد وقد ابى يعاد يا شيعة يعني وقد ابى على شدة رحاله الى البيت الحرام يعني وحؤاد وقعد يسئل مركز هذا يؤصف رأي إلى البيت الحرام كل عام مرتين كوفو دقية سمع عراق بو دقية سنة كلا أركلا بقور بو حرم كهذا
يحرم كهذه مرة في الرجب مروح بحيا بس الرجب ليلة محرما بعمرته أسوى عمره حرمني وأخرانا مرك لنا في ذي القعدة بس ذي القعدة بحيا محرما بحجنا أسوى حج حرمني وقد كان وحوى هذه طلاب العلم علم قددك ضلب يدوني يعني وشداه الخير يا ذلك يعني وشدات الخير ذلك يعني خيرك يعني يعني شدات الخير أي طلاب صلاحي ذلك وناك يا خيرك ضلب يا والبر يا والنصح يتوافدون كوسو وفدي على الكوفة مقال الكوفة يسو وفدنيا لينهلوا إني عبانو من مناهل سعيد بن جبير سعيد بن جبير دركيس إني كعبان الثروة العذبة واي دركي يعني واسع عايز كبو حي علم لها آل معانا إني كعبان ويقترفوا إني درسدانو من هذه هانون كيس القويم إني درسدانو فهذا يسأله نوح ويدينا يعني الخشية نبهو إيمانا يحولي خشية عبسية إلهي يقورا ما هي فيجيبه جوايا بقوله الخشية خشية أن تخشى الله إلهي ناتك بغدوي جل وعلا حتى تحول إلى إيك لديه خشيته إلهي عبسديس بينك إيه وبين معاصيك إلى إيك أكلته وذاك يسأله عن ذكر ما هو مثل له حيدين يا ذكر بمحوية محل إلى ذكر فيقول حلي الذكر ذكره هو ذكر داعة الله بالي جل وعلا فمن أقبل على الله إلهي نك يقابله وهو أداعه أضيعه فقد ذكره إلهي بحصي ومن أعرض عنه نك إلهي كجهسته ولم يضيعه أنا داعين فليس بذاكر له مد إلهي حصي معها ولو بات هذا بري الليلة وهبين كيسي يسبح سوى تسبيح سنة ويطلو وحقرنا وقد كانت الكوفة مقال الكوفة وحي هاتي حين اتخذها مركو كيشي سعيد بن جبير دار إقامة له مركو يعني مقال ذا إنو الدقان وكدكتي خاضحة مقال ذا وحي أخو دعلوك عنت وجدتي للحجاج بن يوسف ثقفي حجاج بن يوسف باهي إذ كان وحوها للحجاج حجاج يومئذ مالكات واليا بوها على العراق عراق سقى والكها والمشرق بوالكها وبلاد ما وراء النهر بو يعني والك يعني والكها هو وكان وحوها حجاج بن يوسف يعني حجاج بن يوسف يتبرع يعني مت كفر يصيب حينئذ على دروة سطوته وسلطانه يعني وحو بركا سدا يعني تربع كفر يستي بقرتو يدي سيئو صدودي سي يعني يعني تجبر كي سيئو دادك كو كبرو وقفت ما حتى اقام وقفت ما حتى اقام سوى آية كو آية وذلك وحو هذي ارنتاس لوحيه بعد ان قتل عبد الله بن الزبير مركو دلي وهو قضاء على حركة عبد الله بن الزبير عيدا كي سي مركو كتقلصي أي يعني يروك قبسلي ده وحجاز يروك عن مشرق ورنيه يعني عراق يروك عن رنيه ما وراء النهر يوحن ورنم بواسق ولك يايو أي وأخضع العراق عراق بأخضو عي عراق بأخضو عي لسلطان بني أمية نمك ريب بني أمية اللي جرم يعني سلطان ده دي أي أخضو عليه حجاج بكسو علية ده سلطان ده يعني مركور يعني وحي راعين يعني عبد يعني عبد الله بن الزبير براعين مركي عبد الله بن الزبير ولا الكسبة مركي عراق نوالك هاي وودي بيه مركي انتو حجاز انتو كدو لحجاز كسو قبصدية ما كده حدا حرم كده حيث عبد الله بن الزبير وكده لي عيدا كيسور لنه أولايو كتغلصي عراق ندو ولا الكيبا هيدا ولا الكينا ولد لي مركي عراق حجاز يدرك نوردن وحي أخذ دعوذي مركي يعني سلطان بني أمية نمك ريا بني أمية اللي يري خلافة قبصدية يعني مركي دمشق مقالة دمشق ليرا دفدي أي مركي أخذ دعوذي وينك أنا قعنتك وهي يدرك ووالك أول وهو زي امريكا وهو زي كو واحمد يعني وحو دميي نيران الثورات نارت ناري يعني دبك كعي القائمه كعلي هناك وهناك يعني ريب الاميه مركه من احنا ما قاتين معني كهرمات كي لغه هريمد يا نارتي ماشا ككعدي عداوه ككعدي ودميي مركاس وحو دن غانتوده كعلي واعمل سيف سيف بو استعمال في الرقاب العباد ذلك اضم هو حجاج بن يوسف سيفتي سيفتي سو لبحي ذلك يبر بو كدغ اي واشاع يعني وحا فافتيو الرعب يعني عبسي في ارجاء البلاد وي ملك استوى لا عبسد حجاج بن يوسف ذلك ما كدغ قال لا عبسد وا لسديبه دو لو غانتو اي حتى امتلأت القلوب قلوبتي لا يكب حسنته رهبه عبسي منه لا عبسميه هي وخشية عبسي ومن بطشة قبشتي تنول بيكدين بوليه لنك هربانا يمين ثم شاء الله إلهي وحوضوني
أن يقع إنه رده آية أن يقع إنه رده سدام سدام يعني واتقالوا بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن أشعث نكاليرا أحد يعني أحد كبار قواده إلهي وحسكر ردي ونحن وصلناك ردي حجاج بن يوسف وننك تتكالينا يدعوك قبصدي أيوه نين عبد الرحمن بن أشعث اللي يلادو عيلمه سرقه قامنا يكمل أقوبة درنار يعني رقه يعني دقالك وليئة يا اسكهر ماذا وأن يتحول سدام إنه أوريقه يعني إنه أوريقه إلى فتنة فتنة أكلت الأخضر واليابس عنطيوي وفتنة دي أعلم دوضوكو أكينه لاتكي إبر كاركتايو وتركت كغتكتايو في جسم المسلمين مسلمين تجسم قودانا جراحات بي كغتكتاي غائرة أو آدوين جراحة وين بين مسلمين ترى كغتكتاي دقال كاسكا وكان وحو هذا من خبر هذه الفتنة أن الحجاج حجاج بن يوسف صير ابن الأشعث عبد الرحمن بن يعني نك اللي هذا عبد الرحمن بن أشعث آية أيود دريوي بجيش عيدا بولد دري لغزوي يعني رتبيل نك رتبيل يا ملك يعني تركي تركي بقر كذا أرد تدل بي على المناطق يعني واقعة وراء سجستان سجستان يعني ومقاله يعني إيران يعني من عسكره وده حيث أفغانستان إيران وده عن لكاوي مركا سجستان مقاله ده اللي هذا قراش هذا يعني مناطق لا صورنا نكا هيستي يعني رتبيل اللي هذا ملك تركيا مركا أيور نكا وين القبطة فغزا القائد قائد وادولي الباسيل جيسجها المضفر أقول استي شطرا كبيرا قيب وين بو قبصري ومن بلاد رتبيل كم ذا واحتل وودري حصونا منيعة يعني دول دير هو أبد أو ملك على قد سيف وقبصري ومن دياري كم ذا وغنيمة يعني وحكا غنيمة يسي مغانيمة كثيرة من يعني من مدنه وقراه قريوين كيساو مقالوين بضن ايو يعاصمة يعني قبل الله بضن بكا قبصة دي يدقمو ايو ثم بعثه وصادر يمركو رلكا قبصة دي قيمة بضن وقبصة دي ثم بعثه وصادر عبد الرحمن وإلى الحجاج وحو صادر الرسولا بو صادر آية رسول شاسو زفو يعني أسو قاية أسو قلبي أسو حمبار الله أساق بشائر النصر الكبير مسلمين يعني إنا يقول وين قارين وحملوا معهم حيسوح مبارين خمس الغنائم غنيمة خمس كذي يعني اللي يستقر إن لقصبه في خزائن بيت مال المسلمين إلا بقى وكتب له حقصه قري يعني عبد الرحمن بن أشعث باسه قري يقصه قري له حجاج قصه قري كتابا ورقت استأذنه وكقائد الضلبة يفيه فيه سبت وقف عن القتال الدقالك إنه جوجيه مدة من الزمن حوالا مدائنا دقالك جوجيان ربا محو جوجين يا ليختبر مداخل البلاد إن أنك الأجهزة أنك البرتان ربع مقالوا إنك ماشى لقى جلايو يوم خارجها ملها لقى بحاي ويقف على طبيعتها يو أحوالها إن أنك يعني آل أك البرتو حكت مركز يعني آل برتو مركز ودقالك في عينها مقد أذن وحبك جرني نادو سكجشوا يعني ولا جم بقول سوى يعني ولا في عينها وذلك قبل توقلي أنت على جلوة فيش يعني شعابها يعني القاسية المجهولة وان انت انا حتى خري اسي دحقلي ودنكا قيبه بدن بان حتى قبسناي يعني وحان كا يعني كا عصنيا ان ان دغالك خوغا يرا جوجيو اون دولكا كلا برتو جوين كودن يي مغالوين كو ميشا لغا غلاهي يي ميلها اوغو فيعان يي وها سودن ان اوغادو هاي مركا ارنتاس ان هذه اذا انتان ربا وتعريض الجيش الظافر لل يعني للمخادر يعني انت انا عيدن كان هذا وان غوليسن مغالوين بدن بان قبسناي inaan intaan khatar aan maash u gelinin yaa waxaan rabaa inaan dhulka kala barto oo aan xogaa dagaalka joojiyo faqtaad al hajaj hajaj uu arooday minuu warqada markuu u soo dhigay ugu codsanay xogaa inaan dagaalka yar hakiyaan rabaa wuu arooday waarsala ilayhi kitaban warqad buu u soo diray yasifu fihi oo ku tilmaamaya bil jubni iyo wal khunuuci way ay fulay baatay buu dhaif oo waxba tarin ay warqad uu soo qoray وينذره وحوجيسين يا ودقيا بالويل يا وصبوري هلاك هلاك بعد يعني يقف واحد يقف لا تابه وهلاك بي عن قيادة الجيش عيدا كما يعني هو كان كيسه هذا هذا يزن وان كان طوريا وأنا يعني يعني وعد جبلية وحرس بانك وطوريا أما وان كدل ياو فجمع عبد الرحمن وكل مي وجوه الجند عيدا كي وترجعوا ووينا ودنبو سكان iyo wasaadada ragii madaxdaha ayuu isu keenay wa iyo qaadada tilka taayibi jamaa yani ciidamada ragii hoggaaminay
وقرأ عليهم وحود الله بل دغيست برورقدا كتاب الحجاج بوغري واستشاره فيه وكل شهر نين كتانو ليه أرين مهم هو أيان كلا تسمعي حتى وحرم إنه يلاذ هجوجين إن إسكو الدجال كادو داكوي وهذا في عنا مقتل تعيب وبوقل يعني على الجبلين يهندلها تبوقل مقتل هاي مركا وحيد إنك هم حنك سمع يارين تانو يسقر فدعوه وحيويرا إلى الخروج عليه كاسوح أمير وكوي هاي ماله داعي سكبح يا إلى الخروج هي والمبادرة إلى نبذ داعي داعي سوينا صورتابة إلى ذلك أمير نومه أي فقال الله عبد الرحمن وحويري أتبايعونني على ذلك ما يقول مبانعون إنسان أو توازرونني ما يقول كالمين إنسان على جهاده حتى يظهر الله إله إلا وكظهر أرض العراق عراق دول كذا من رجل قرن كيس إله وكظهر أفكر دم بوان كتقلو سيناي فبايعه الجند عيدا كيف الله مبايعه على ما دعاهم إليه هب عبد الرحمن بن أشعث واقع عمرك بجيش عيدا كيس الممتلئ بوحي كراهة للحجاج حجاج أيوة كهر تجيوا أي عينا كي لقبه يعني نعيب يعني حجاج بن يوسف نعيب كي سايو صوت أي والنشيبة وحاد يعني كعضي أو دعضي النشيبة هي وقعت وحاد يعني بينه وبين جيوش ابن يوسف أتغفي أي حجاج بن يوسف أتغفي عيدميه زي عيدميه عبد الرحمن بن أشعث وحاد أحمري معارك دقال له أيها أحمري ضاحنة وحباب إذا يسو شي إذا يسو إن تصرف يا أكوكو ليستي نصرا مؤذرا عبد الرحمن بن أشعث بأكوكو ليستي يقول يعني آذ أوين فتم وحاوطا من قذ الله عبد الرحمن بن أشعث الاستيلاء إنه قبصده على سجستان يوجل بلاد فارس ثم أقبله وسوقا بل يريد أسقه دوني انتزاع الكوفة مقالة الكوفية والبصرة من يدلي حجاج إنه قعنت حجاج كسار وفيما كانت وفيما وقت كانت إهاتي نيران الحرب مستعيلة مثل رئيس بين الفريقين وكان ابن الأشعث وحوها ينتقل من ظفر إلى ظفر فقالوا كذبوا ليسنا يا مثكروا هدنا قبصنا يا وكذبوا ليسنا يا هدنا مثكروا كثي قبصنا يا ننكا أمباه وتمر كبوشي أسعط وقع للحجاج وحكد عي هدنا خطب مصيبه زاد خصمه ننكا يعني لدى قال لما يؤسي زياسي قوة قوة ذلك أنه لا تلأم ساري نمانك مقالوين كمضحة كاها أي قدومي ياشاها كتبوا إلى الحجاج وحي أسوا قرآن كتبا وراقوا قالوا فيها كلهم إن أهل الذمة تدكي أهل الذمة هاي جزيزة لقى قاد جري قد نفقوا يعني وحي قد قلن يدخلون في الإسلام إسلام كإن يسوق ليان ليتخلصوا إن يكفى كذانو يعني من دفع الجزية إن يكفى إسلام كما يسوق لهم ويسوق إسلامين وحكى لنا ومسوا إسلام يعني إن الجزيزة كبح سلام بيروان وقد تركوا يكسوا تقين القرى قريوين كما يكسوا تقين التي يعملون فيها كشقينيين واستقروا في المدن مقالوين كي وويناب يسوغلين دقموين كابا اي يسوغلين وإن الخراج خراج كينا قدين محضة خراج كي دوا يعني وقال الجزين لقى قادة وحيه القيب دي لو تقالها يعني لقوك يعني مسلمين ته يعني وابا باي وخراج كينا ماشو كبح وإن الجبايات حوليه لقصوا وحيوه اللي سوق هذه الجزين قد أفلست وإبر ووافقين فكتب الحجاج وحصوقر إلى ولاته في البصرة وغيرها كتبا بوسوقر يأمرهم فيها وكو أمره بأن يجمعوا إنا جمعيا كل من نزح تتكي كسو تغي إلى المدن مقالوين كسو هذا ومن أهل ذمة كمدة وأن يعيدوهم إلى القرى قريوين كودي كعليا مهما دال نزوحهم عنها انت دونان بقريتها كسو مغنادين ومقالوين هدى قنادين رر وكعليا قريوين كودي كعليا تصفر وتتكي هذا إسلامين محالك الرواد ويبا صوء إسلامين محافظ مال له وعلي ليا أرنتي بهدنا وأرنتي ياب لي نوت فصاح يعني فصدع الولات نمانك ولادها وحي عديين بالأمر أمرك يعني حجاج وأجلوا وحي رارين أعدادا كبيرة عدد فربضا ومن هؤلاء كملة عن ديارهم بريوه دي يكررين وأبعدوهم ويدارين عن موارد أرزاقهم dad badan bay magaalooyinka ka soo rareen oo meelii ay ka shaqeysanayeen ay waxa yaani nolosha maamulkooda ka qaadanayeen bay ka fogaayeen ay waxasaduhum yaani waxay isugu geeyeen fi adrafil mudni magaalooyinka geesahood iyo daafahood wa akhrajoo maahum yaani waxay soo saareen nisaahum iyo atfaalhum dadka ay ridmaha macal caruurtoodii haweenkoodi kulli banaanka loo saar ودفعوهم وي يعني ويدرن ويكعين دفعا الى الرحيل الى القرى ارضوا الى يعني اي مغالوينك يتلوينك لينكو علينا كشقيه هلكس بعد ان ملا
مركو تجي على فراقهم لها حين من الدهر تذكر زمن بدن سوم بوجا أو تولي كسر تجي مقالة دجنا أيها لقرا روح عليه تولي كبل كعلية فأخذ النساء وهوين كوا حجود الجل يول ولدان وعرورتي يوش يوق وياش ويل كايب كورين يسكوية وينتصرون يعني ويستسرقون أي دواقية ويستغيثون أي جرجار ضلبية وينادون يعني دواقية ومحمدا ومحمدا نبي محمد هدوء جوجو ما أنت مياسان اللوج اللو تاسيلي وجارو يعني وحارو يعني ويوريرين وفيما يفعلون وإلى أين يذهبون ماشي هذا فخرج عليهم وإليهم وحاوصوا بحي فقهاء البصر ما قال لي بصر ذاتك هذا أقوان تلها يوراني وقل راهو هذا القرآن كي يقاني ليغيثوه من يقرقاران ويشفعوا لهم من يشفع عقالا فلم يتمكنوا من ذلك ما يتمكنون ولا إلا إرقيال تبعوا لي ذاتك كده يعني وديدة ولا قديدة علماء دينا هذا ولا قديدة فضفقوا وحيقوا قالين وعلماء دي يبكون إني أجيقون أيين لبكائهم ويستغيثون يعني لمصاب يعني أي اللي مصابين مصيبة وغاصنا إلى عن لجر جارد البيان اقتنب عبد الرحمن بن أشعث الحكج يعني كفى إليه هذه الفرصة ودع الفقهاء والقراء أبوير إلى مأية إلى مؤازرته أي أبوير مركو سيد أسمي لمن القراء ضلوا يكسر الرجالان وحنا جديدين علماء مودع علماء يردن القراء يذكي ونعزاء يردن أبوير أنا كاره هذا أنا سكال مثلا وحيرني كان وحوكك عيوات أركتانه أنك تخلصنا أنك كظهرنا فاستجابت وحاء جبت له عبد الرحمن يعني بن أشعث كوكبة جماعة من جلة التابعين تابعين ترقد وهوينا وأئمة المسلمين كمذا وعلى رأس مرقى وحو قامين سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي الليلى والشعبي إنك الليلى والشعبي وأبو البحتري وغيرهم وغيرهم ودارت بحور الرحال حرب يعني دقالك يعني شيد مريه سبا وريقي بين الفريقين عبد الرحمن بن أشعث عيدا كيسية بين يعني حجاج بن يوسف عيدا كيسية وكان النصر وحوه هذه فيها فيها أول الأمر أمر كا يعني مركه هره لابن الأشعث يومن معه على الحجاج وجنوده بيكبوا ليس ثم بدد وحظاهرته وصو يعني صو موقته كفة الحجاج حجاج كفت دي سوية يعني وحي أموقته ترجع إنه رجع ميسا شيئا فشيئا مركه حجاج بحوقه قوشي سيسيب أسو هلا يعني إير إير حتى هزم إلى الجبية ابن الأشعث بالجبية هزيمة منكرة جبح بالجبية مركز وفروا عرري ناجيا من نفسي نفسي سوى الله بحصده عبد الرحمن بن أشعث وانا قلت بلن كيسي صاقب صده كو واستلم جيش عيدا كيسين واسديبيو للحجاج وجنوده بيسوديبي أمير كو ده هدو عرري ده وفكبي عيدا ميهي سيورتن حجاج بن يوسف عيدا ميهي سيسوديبي أمر الحجاج مركب وحوى أمري مناديه منادي أن يناديه إنه رواقف المقاتلين كوي لدك علمي المهزومين إلا الجبي وأن يدعوه من أوير لتجديد بيعته وان تذكي عظمه لقب صدي يعني نكي عبد العامل أشعثه وكعره إلا الجبي يا حجاج سودي بهذا عند الودي يا وحوى أوير يعني وحد أشياء كتابه إذا وإن بيع عصب إلا قلان هذا واني أنا إلا مبايع أولا دينك هذا لدك علمي إنه دبس عدن صمه آي فاستجاب أكثرهم بدن كود واجب له وايهم ادم بيعكل جلينا ول نك قال هذا مشى كبحي ورمي اجر ايه ادم بيعكل جلينا وتوارى بعض عنه قار يرو كم بدن وي دونتين بدن كود لكن بيعدي سبا لا سو عاد بيعدي سنه بيعب لا يبا هيد واي ان دبا كليه ما هين وكان وحو هذا بين المتواريين كوي ددك دونتي وحا كم سعيد بن جبير بكر رضي الله عنه وارضى فلما اخذ يعني مستسلمون كوي اسديبي مركي قد قال يتقدمون إنا يعني صهر مريا تباعا لبيعتي فوجئوا وحالقسوا كذيي بما شيء لم تكون أنهين في حسبانهم ملهوض وحيسا مليسنين مباركة صباحي ماشي وحي محلم ماذا أولين هيا أني إنا أميركا هاي ما يلم وايعون إسا إلا دها ينبي موذي ينا موتا وحينا ملينين با صباحيو فلقد جعل وحروق قد قال يقول إنو ليا الحجاج للواحد منهم ننكي أياك من ومركز ننكي ننبال سوي ساجنية ركاز وحولية أتشد مقرسة على نفسك بأنك أدو قد كفرت إن أتكفرس إن أتقالو دي بالنقل بيعتك بيعاد دورنت أتبرس لوالي أمير المؤمنين أمير المؤمنين كبيعاد إسي أتكبح دور ننك أسأدر على إن أتقالو دي مسكو حكومة نفسها أتقالو مكو حكومة وإذا فإذا قال هدو إلى نعم
قبل منه أي تجديد بيعتي مركز مبايعة كأقبله وأطلق سراحه ونسيدين. وإذا قال هدول لا ورانه مقالون هدول هذا قتله ودليا بس لا والله ما مشت الله إن أترى هذا قال بنا إيل ودل وحكد حيمل هذا كهر قال بنا إن أترى وحكد حي إيل ودل. فكان بعضهم بركوه وحون يخضع ومدخلوا عليه أصله ويقر على نفسه سو بالكفر قال لهم كقريا معوق قريا لينقذ نفسه ونفسه سينو بادي من القتل الدل. وكان بعضهم بركوهنا يستكبر وكبر يا ذلك ويستنكر وينكر يا فيدفع رقبته ديبيا يعني ايه لغنت يسيبه ديبيا يعني ثمنا حاليته لإبائه ويعني يوستن كارهوان لإبائه ديدديس وستن كارهوان ديدديس لغنت يسيبه وحقوق قدنا يا ديدو يكبر وكبر هذا هو الذي له معنى. ولقد داعد وحافظتي أخبار تلك يعني يعني مجزورتي أخبار تلك المجزرة الرهيبة وان يعني مجزرة مكان جرع مجزرة ما شاء الله تقول لقول لنا يا ذاتك إبر لوجدي أو مقال بعث ما إن تقالوا ذي نفس هذا كوكب نكى لكم أخري ولا دليل ذاك ما شاء الله لقول برين مركب مجزرة ما شاء الله تقول لقول برين مجزرة ما شاء الله حليت جرك وان كم أنت مكان ودنوته وما شاء الله لقول جرع زما ما شاء الله كلا النقطة دي بس وده كل ليني هاي الرهيبة ويار يعني أو يعني عبسي ده لهيد التي تاسو وياه قتل الودل فيها في كذا بضعة آلاف من الرجال دور كن أو نبى ما شاء الودل وادت كديدو يدانين أنا وقال مني ونجا وحابت بعد من الحق هذا بضعة آلاف دور كنا ويكبت بعدين بعد أن دمقوا مركي قرين أنفسه ونفطه ذيكو قرين بالكفر قال له كورمي بضعة آلاف لكن ومركي قال له اسكو قرين أي نينك قال لهم أنسكو قرين له ديلو ولا ديلون من ذلك وحاكم لها أن شيخا نين يعني أضيع معمرا أول عمر سيو دأها ومن قبيلة يعني خف عم كم ذا كان وحوا هذه معتزلا من استكشف هذه بوا للفريقين لو هذا قلوا تقالم إذا منكم مجر مقيما بوها وراء الفرات وبيج الفرات قداش يسوي كدقنا فسيق إلى الحجاج حجاج عيلا كي سبع سوق بتنك يوالك كان يعني مع من سيقوا إليه تذكر لسوق الرني حجاج لو كان يعني يكجر أضيق بع الله كان فلما أدخل عليه ملك لا سوق لي سألوا عن حالي ما هذا يدب لي هذا أضيه ضغيه برور ما هذا هذا فقال وحيري ما زلت كمزول منذ وقتي يعني شب هذه النار ونار تم أيك على شبط أيك على هذه النار وأدقى لكم واي يفدنا ذن ما لك أيك على لقصوا بلاو معتزلا إن عن دير هذا وراء هذا النهر وبقى قداش يستانس كده قال أنا فدنا ذن ونرم واسكاد حبحي منتظرا وانسوغي وحنسوغي ما يسفر عنه القتال ودقال كوحو في وحو كتقبل ماشا نكي قدن بيان فيرنا يوان فلما ظهرت أذيك مركز صوت أهرتي أو وظفرت أكوكو ليستي أتيتك وانكو إما يموايعنا نوكو لم بايعوني فقال له حوير تبا لك هلاك باكوسونا ذي بوري هلاك هاكوسونا ذي أتقعد يعني متربسا يعني واس كفر إستي سوما هذو ننكي ماشا أهراء من هدو راعي دونا ساسا بيش اللفت إذا سوما لا ولا تقاتلوا مدى قلما يسيدوا مع أميركا أميركا حر مركا ورأينا ترى هذا منك أنا حقا أصدقوا ما الله تقلما يا معيسى عيسى تقلما يا دهموغي المنك ماشا كوسو هران هدو وضي خساري باتايبور أو عباهي سن ثم دجره وعن أنتيه قائلا حاليا أتشد مقرسة على نفسك بأنك كافر إن أتقالت نفس هذا مقرسة مقرنسة فقال وحو يري بئس الرجل أنا نن أنا جاب أبو باس بدن أبو حن أنا إن كنت هدانا هاي يعني عبدت الله إلهي مدعى عبده 80 عاما 60 سنة إلهي عبده ثم أشهد أن غيره بعد ذلك على نفسي بالكفر 60 سنة إنت إلهي عبده إن أنا هدانا قال بنا هاي راه أنا أبو بركة أنا أبو نن أبو حن بو نن إجا حن بمركة مجرم آية فقال له حويري إذا أقتلك وانكودي لي هذا بعد ذلك قال لي غيره وإذا وانكودي لي فقال وحيري وإن قتلتني هدادي ديسو فوالله ما نقول دارتي ما بقي كمهرين من عمري عمري إلا ذئم حمار دمير صبر كيسو دمير انتو بيا كصبرو يا انت أبا عمري كدمو فإنه دميركو يشرب قدوة أرورتب بي عبا ويموت عشية يعني قبل كمركو سيدعي هدان لورامنين وبغتن
دمر وحكة أون دو ملا مقتل ما قد كر مالن حتى ما قد كر أروتي على ورامين هي همين كنا مركب دمر أنتوا بيا كسم روا دمر أنتوا كقلو بيا كقلو أنت أصلا عمرك يجي كدم برادات بس وإني أنو لا أنت ذر الموت موت بن سجيا صباح مساء صبح مياء مقلب تبا صبح مياء مقلب تبا وأن لهيب يا ففعل في السماء وما بدالك فقال الحجاج بوحوي اللي جل لذي مسك دتك ليني أبدون سيف ترى هاي سماش الأتاجر ونك هالمرة كرت أفتوه كرك هالك أكون عاي أي جلاتي وحوير اضرب عنقه كجر غرت أضيقت أي فضرب الجلاد عنقه غرت كجوي فلم يبقى أحد في المجلس مجلس كي روحنا مهرم بويري من شيعة الحجاج حجاج دت كيسي عيدا كيسي لجري أو من عدوه دت كأسر النعباء إلا أكبر الشيخ أضيقي أيوه إليه المعمرة والرسال له يعني وأعلى عليه إنا لله وترحم عليه وأن حرس ضلبيه كان إلا دي لما هي دغات ما شاء الله إنا لله وإنا دت كوردن حتى كوي أسر لجري وحواحس كنا حياما حجاج حجاج وحاس وحكونا حياما هوي ثم إنه أسوى دعاه وحويري بمكيل بن زياد نك ليلى أنا قعي مكيل بن زياد نك أنا قعي بويري وقال له حويري أتشد ما قرأت على نفسك بالكفر قال إنها طيب نبت على بكو قرأت فقال وحوري والله بان قرأت لا أشد إنها نفقرين فقال وحوري إذن أقتلك وان كدل يا هذا فقال وحوري اقضي ما أنت قال وحصمين يتصميه وإن الموعد بلنك فيما بيننا أني هذا أن دودي دون عند الله إلهي أكتي سومه كلب حيناي وبعد القتل ذلك بعد سنة الحساب مباهاته قالوا حسابنا يا فقال له الحجاج بوحيري ستكون الحجة يومئذ عليك الله لك هذه هذا وبرق يا من الحساب تمنا حجة والجاهلون هذه حجة لميسدون آه فقال له حويري ذلك وركاد يعني وركاد جواب تصل كاس أدله ذي إذا كنت هدي على هاتي وأنت هذا القاضي يومئذ هذا أدو تدك لينك قاضي وتدك كالحكومة يأتي بالرق يامه هذه حجة هلي أي فقال الحجاج وحير اقتلوه دلة فقدم والله سوق بتيه وقتل والدي ثم قدم إليه هذا وحلاك يعني رجل نن يا الله سوق بتيه آخر وأكل كان هو هذا يو يكره مد ونعبيه نن يعني حجاج بن يوسف أذو نعباب الله سوت هاي حجاج بن نعباب النكاس ويشتهي وحؤاد أجعل أن يسفر بقتل دل كيس وو بالربيب النكاس وو بالربيب إنه دلو أي وتذكر كان وسكر لين يا إن كان سو أول بوم النعبايو إنه دلو بالربيبه وعلى ما كان وحو هذا ينقله إليه وح الله قصر رأيه من صغريته به ويعني نكاس يعني ونن وح كشيء جري وحجاج محيه ويعني حقير جري وها مركا ميلو كجارو ولا كيف على سهر استاجي فبادره هذا الكيف كله دقدق قائلا حاله وحير إني أنا وأراه وحنارك يا أمامي هرتي إذا وحنك أركا هرتي إذا كم غضو رجلا إن ما أظنه أنا أم لينين يشد على نفسه بالكفر إنه دلو راموت آه هرتي إذا وحنك كم غضو إن أنا أم لين مرنا بإنه أنا نفسي تقال لما كقري دوني كل قلب أنا إنك هالمدي دونه تاسويه آه نكنا وافهمه فقال الرجل وحيري لا توردني اي هاي يعني لا توردني لا توقعني في الهلاك هلاك هيورد بورانك اي وتخدعني هاي خيانم يعني هاي تكرم عن نفسي نفتي اذا فانا انو اكفر اهل الارض اهل الارض انت دلك جوقت انا ابو غالمه بدن انا ابو غالمه بدن واكفر انا كغالمه بدن من فرعون فرعون كي دي لو تادي صاحبك أنا كقال لهم بدن أي فخلى سبيله وددي سؤسي داي وهو يتحرق أصوه يعني هو ريئه يعني وهو أصوه يتحرق وهو ريئه ضمان أون لقتل لنك دلكي سؤال أبو أمنا لكن وكفى كذيدي وكفى كذيدي لنك يري أهل أرضا أنا أبو قال لهم بدن سودي هذي سيوحي لنك قال لهم كقر مدي لين نفسي كقر مدي لينين أقاد ذاعب يعني وحافة أفطيب وليه هاي أخبار تلك المهلكة مهلكة ذات يعني أخبار تهدي بافافتي الرهينة أحنوي التي تاسو قتل فيها الودر بلعة آلاف ومن المؤمنين الراسخين تدي مؤمنين والراسخين فربنا أنبا لقول لأي حجاج ما شاكل لأي وان والنجاة منها وحكبت بعد بلعة آلاف وممن أكره على يعني لقول إكره على دمق أنفسهم نفطوا ذينا كقران بالكفر قال لهم فأيقن سعيد بن جبير وحو يقيني أنه أصوه إن وقع بين يدي الحجاج حجاج هرتي سادو سو إستاغو غدا إنو أهانا يبين صنين
لبا أنبو مذهان يا لا ثالثة لهما، فإما أن تدق عنقه قرتي سإلا جرو، وإما أن يقر على نفسه بالكفر وأن لبضه وحكى له ماشي على مجر آية، وهما لبضه أمران لبا أمر وي أحلاهما يعني لبضه متك مع متك وذي معان بمر وخراريها مت متك كلك مع المجر بدون متك كلك واقع خراريها يو. فآثر وحو دورتي أن يخرج من بلاد العراق عراق ودن إنه استقبحه وأن يتوارى عن الأنظار إنه بكرن تي حجاج يدرك سبا سكرن وظل وحو هذا يضرب في أرض الله إلهي أرض الله يسوم بسكا هذا يوتري الواسعة مستخفية نسوى يسقرن عن الحجاج وعيونه حجاج إلى الذي سيوضن بكرن مني حتى لجاء إلى أمدن قلي إلى قرية قرية صغيرة يرو في أرض مكة مكة يعني لك هذا قرية يرو كم ذا مكة كله يسكتري وبقي على حاله ما شاء يسكت جوجي 10 سنين على حال حالي حالي هذه أوطانه وصار صار غيره كله مني 10 حجج يقول طبعا صنو أي ما شاء كله مني كاملات أو كامل كانت هاتي أو كافية متكفلا لأن تطفي إن يدمسوا نيران الحجاج حجاج يعني نارتي سيدبك سؤال متقدد توري في قلبي طبعا صنو أي ما شاء كله مني طبعا كاسنو يعني وابا طوان سنو كفلا انو حجاج عردي سبا اي بابا الله واحد طوان سنو هده كسو وريكتي انو حقي يسي عردي سيس كبا بابا سوما مركز وان تزيل الى يزول سما في نفسي نفسي سوحي كجريو من دغني يعني من دغني يعني حقي عليه وحقي سيد سعيد بن جبير ما قالوا كدونو لاي وول اوي ورادني بيد انه حدث وحاسو دري ما لم يكن يتوقعه احد وحن قفنا اسم ليسان انو طوان سنو بعد دقيت وحن مليسان انو قفنا اياه سو دري ودعي ذلك أنه قدم على مكة مكة وحاصوق لوالي نوالية جديد وعصب ومن ولاة بني أمية كمدة مكة وحالسه بدلي نوالي وري بني أمية وعصب حالسه بدلي هو أصو خالد بن عبد الله يعني خالد بن عبد الله نك اللي هذا وي القصري أي فتوجس أصحاب سعيد بن جبير خيفة منه نينك ريبني أميه والق أمرك مكلا كياني توجس أصحاب سعيد بن جبير سعيد بن جبير أصحاب تيسي وحيد ريمان خيفة عرسي منه نينك ونينك وانينك سعيد بن جبير دي الهواء ولما كانوا وحي أهادين يعرفونك وقرن يمسوا إسيرة نينك عن هذا مقال مكلاسه بدل وانين حن وتوقعوا أشر على يده نينك يعني شر من غيابنا إنه يعني شيخ الوصف بواه فجاء بعضهم من باوي مدو الى سعيد وقال له حويري ان هذا الرجل ان كان يقدم مكه مكه سوغل وان يعني ان هذا مثل الرجل ان كان الذي قدم مكه وان انا والله لا نامنه عليك ان كان كما امنين ان حن ويه ان كان وانك حجاج كود للهوى فاستجب لطلبنا طلب كان نجا اجيبه واخرج من هذا البلد مقال انا تقبح مكه كتك هذنا وملك الهدرت كان فقال سعيد وحويري والله بان كو دارتي لقد فررت وان عرري بويري حتى صرت الى ان هذه استحي من الله الهي بانك عيشون يوم وان عرروا وان عرروا وان عرري انت كبدني يعني ما عرري يوم الهي بانك عيشون ولقد عزمت وحان كو انصري على ان ابقي ان اسك جوغ في مكاني هذا ان كو باقي نقضه وليفعل الله الهي ايغو سمي بي اني ما يشاء و دونه لم يكذب يعني موسى بين يعني خالد نك لي يذن نسوي ملي حمايه لو مليني الذي كاسو ذنه ناس به أيوم ليني فما أن علم موسى وقال بمكان سعيد بن جبير حتى أرسل إليه سرية عيدا بأدل من جنوده وأمره وحو أمر أن يسوقوه إلى سوك حيان مقيدا سقوا لحير حري إلى الحجاج من يوسف إلى أبيان في مدينة واسط حجاج من يوسف كان وحو دقين مقالة واسط اللي يدادوه واسط هو مقالة يعني بصري يكوفه ودح يسوع عراق قتاله يعني مقالة وحيك البرتا بصري يكوفه يكال برتا أو بصري يكوفه كنتم كيلومتر با يعني بقول كيلومتر با أود حيثه برتماه كتالا تنا يعني كنتم كيلومتر با يجرتها تنا كنتم كيلومتر يجرتها واسد بالي نمقالة وماشي وقرق وين كده استي بعيد بن يعني حجاج بن يوسف هلك أوجو جاية بقول مقالة واسد اللي هذا أوجو جاية فأض يعني فأض بقول الجند عيدا كي وحيدا بولين ويرن على بيت الشيخ شيخ قرقي سوى سعيد بن جبير وألقوا القيد حرق بي يعني في يديه لو ليس قعمد بالسكحه على مرأة من يعني من بعض أصحابتي سو أرك يوفيرنا أيه لو ليس قعمد بالسكحه وهذا نوه شيخي وحي أشيغان بالرحيل إلى الحجاج إن لتقيه أن لقوضيه أو حجاج بن يسلقوه قيني فتلقاهم ولكل مي
يعني هادي نفسي أسوى نفسي سو دجنتها مطمئن القلب قلبي سو حسلونيها. ثم التفت إلى أصحابه وفيري وقال وحيلي ما أراني ثم لين ما إلا مقتولا إلا يدل دون مويا إلا يدل يوم ما نروارك على يدي ذلك الظالم إنك ظالم كلمتي سكعمود لي بدلي. ولقد كنت وحانا هذا أنا أنا يا وصاحباني لو صاحبه لي أنا يسوناتي في ليلة هبين أي في ليلة عبادة بنا هوا هبين بان يعني إلهي عابدني أو يعني عبادة سني أي فص يعني فاستشعرنا وحنقرنا مركا هبين كسانو عبادة سنين وحنقرنا حلاوة الدعاء دعاء معان كيدوا فدعونا الله إلهي بانبرنا بما دعونا وحي عن كبرنا ومن كبرنا وتضرعنا إليه إلهي بانتضرعنا بما شاء وحو دوني أن يتأنى تضرعنا نقتلر وقتواضعنا. ثم سألنا الله إلهي وحان سؤالنا جل وعزه أن يكتب لنا شهادة سأل أدعي سنين وخيرك إلهي ويدي سنين مركدا ما حنقدرنا إلهي إنه شهادة نبو إرزاقه نيو البشهيد نما أقرد. وقد رزقها الله إلهي وكو إرزاق شهادة لصاحبي لبدا إذي صاحب كليهما لبدا إذي صاحب لبدا وضيبا هو شهيدا. وبقيت أنا أنيقا هاري أنت ديرها أنيقنا واسوقي شهادة. ثم إنه شاني ما كاد موسى يعني سجنه ينتهي من كلامي هذا الكيس إنه رميه حتى يعني مركز يعني أنا نسأل نقول إني بعمر لأن يابو لي مركز ودر دار ما يتحدث هذا الكيس مركز ساوسي دمينه يبو حتى طلعت عليه وحقصه بعض بنية صغيرة له كوريرو أسوأ أورله فرأد ويا أرتي مقيدا نسأل الحير حري والجند عيدا كنا يسوقه أي دولة كعينيا فتشبت ويبودي فتشبد يتعلقت به أبيها بكلكتي وجعلت وحيقول لك شيء تبكي إلي أو يسوى يعني وتنسج أي قيلنا يسوى فنحها وديري عنه حق يسوى بالرفق سترتيبه قواد يسوى فجيه حق أوريعي وقال الله وحويري قولي وحدود لها لأمك هو يدا هو يدا وحدود هذا يا بنية قواد يدي إن موعدنا بلن كأنه الجنة الجنة وهي إن شاء الله تعالى سيدا هو يدا أشك آي. ثم ما الله واتري سعيد بن جبير فلغى الجند عيدا كي واقاري بالإمام الحبري إمام كعالم كالعابد علم بضنابي وحي لقاري الزاهد الزاهد كالتقي النقي تقول بضنائي ونرسنا الورعي مدينة واسدة بيقية وأدخلوه على الحجاج بيقلي. فلما صار عنده أكتي سمركو أهذا لسهر استاجي نظر إليه وفيري حجاج بفيري سعيد بفيري في حقد أسوأ آل وحقد وقال وحيري مصمك مرعا فقال وحيري سعيد بن جبير بالليلة فقال وحيري يعني حجاج بن يوسف بل شقي بن كسير بالويلة شقي سعيد لغمده شقي بالويلة ابن كسير جبير كنا وحكوب بدل كسير آكل. فقال وحيري سعيد بل كانت أمي هو يدي بأعلمك باسمي منك هو يدي بمقعيك كاتقان سعيد بن جبير به يحصل لي ذا فقال وحيري وما ما تقول في محمد سوايت غربة وحيسو قران شقيت أنت وأمك شقيت أنت وأمك هذه هي هو يذابه أهل النار باتي وضرد الرئيساتين مركو يهيري باقي مركاس وحيري الغيب يعلم يعني الغيب يعلم غيرك منك غيبك إنا نني هو يذب شقنا أهل النار نهي غيبك أديك غيرك والغاية قناه إلهي بكاء أول فقال وحير ما تقول في محمد محمد محضلل قال وحير تعنيم وحد وجد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقال وحير نعم قال وحير سعيد سيد ولد آدم وي. النبي المصطفى وي. خير من بقي من البشر ضدك الجوجة هذا متك أخير بدن وخير من مضى أنت تكتين أصلا أخير بدنا حمل الرسالة الرسالة لله بسوق هذه وأدى الأمانة أمانة لوجود والنصح لله بالنصيحة ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم قال وحول فما تقول في أبي بكر أبو بكر نوحال قال وحول هو الصديق خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ووتغي حميدا أسوى محموده لما هذه وعاشه سعيدا سعيد نمونا كنا ولا ذي وما الله وتغي على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يغير موسى دورنين ولم يبدل موسى بدلين قال وحول فما تقول في عمر عمر نمحلل قال وحول هو الفاروق وي
وفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل وإلهي كوكلا سار وخيرة الله وهي إلهي كودورتي وخيرة الرسول رسول كيسان وودور ولقد ما الله وتغي عمرنا على منهاج صاحبيه لبدي تصاحب وددو دي أمبوق علي فعاش حميدا وقتل شهيدا يعني وناك بكنا ولا مركو ديمان ينا الشهادة كورين قال وحور فما تقول في عثمان عثمان محل هذا قال وحور هو المجهز عثمان كي أنب بحيه وهي لجيش العسرة يعني جيش كي لأورنجري ويعني قزوة يعني آيان قزوة طبوك قزوة لأورنجري وياه ننكي يعني هو المجهز كي قبالي أنب بحيه وهي لجيش العسرة وهي قاليت فربضن بمانك بحيه عثمان وهي الحافر كي قضي ويا بئر الرومة علك مدينة في الله معان عل معان ومدينة في يعني ني يهودي هالهاي ني يهودي هالها مركز النبي ويحول علك بئر الرومة يا قضي أوله الجنة عثمان بايل أنا قضي سجى مالك يسكبحي مركز وليب وقف كده جيو وسلم وأنك النبي وصدق أوها على ابن تهلبي سكبرود قرسي ذي النورين بالورين جرو لبق كبرود النبي قول الله سكدم بيزي زي نبي آية يرقية رقية هي أم كرثوم ذي رقية هي أم كرثوم بيزي سكدم بي عثمان بن عفان ولقد زوجه النبي أجوري بوحي أو من السماء بأجوري وهو المقتول كيل دلي ويظل من ظلم بعنا لودلي قال وحر فما تقول في علي علي نمحاد لذا قال وحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الإسلام كي أبو الرئيو من الفت يعني بل يرد أما يعني ذاتك عن قارن عروت كم بدور وهو زوج فاطمة البتول وي وأبو الحسن والحسين وي حسن حسين أبو هود وي سيدي شباب أهل الجنة أها قال وحوي فأي خلفاء بني أمية لمن كان رئي بني أمية لا خلفاء ذي ملاحظة كيبا أعجب لك كيبا وجعشة قال وحوي أرضاهم لخالقهم خالق قدنك رالي قليو إلهي أرضي عنك أمر وجعل قال وحوري فأيهم أرضى للخالق كامت خالق قدنك رالي قليو من واقع قال وحوري علم ذلك عند الذي يعلم سرهم والنجوه متك إلهي وجعل يهي إلهي سرط وضي داهر قدنك بأيقو قنك لكن أنا وحام قوشه ننك إلهي وقدنك أمر وجعل إلهي أرضي عو قال وحوري فما تقول فيه أنك محاذي لاذ قال وحوي أنت أعلم بنفسك نفت هذا أذى يجي قاني جدني آه نفت هذا أذى يجي قان قال وحوي بل أريد وحندون يا علمك أنت أذى واحد يجي أكتر نفت أذى أكتر رواين الشيخ قال وحوي إذا يسوك ولا يسرك وحناني كأو جهدان شيخه كفر حميس دوجو واتكنع آه ويكون حمين قال وحوي لا بد من أن أسمع منك إن كاد يستوى على مروان شيخ أحد أن ترى نوت شيخ قال وحي اني انا ولا علمه وحان لغاي انك ادو مخالف لكتاب الله تعالى ان الاله كتابك تدو مرسن دا خلافتي ايه تقدم على امور باسمين اذا تريد ادونت بها ايده الهيبه يعني ان لغاغه هيبس ويا ايده تقمحك في الهلكه مد هلاك يعلمك كوريد الهيد وتدفعك الى النار نار مد كوتور لهي وي دفعا قال وحي حجاج أما والله بان كدارتي لا أقتلنك وان كدليا قال وحو يلي سعيد بن جبير إذا هداد إذشو تفسد علي الدنيا الدنيا دون بعد يفس هادين والدنيا دافنسا وأفسد عليك آخرتك أليقنا آخرنا لهم من كافس هادين قال وحو يلي حجاج اختر لنفسك نفتها لأدور أي قتلة أي شئت سيد آثربتان كدليا سيد أن كدلي لها دور أي وان كدليا سيد أن كدلي قال وحر سعيد بن جبير بل اخترها دورا أنت أذيك لنفسك نفتها الأدورة يا حجاج حجاج أذيك سيدات إيدي للهيد أذو نفتها الأدورة فوالله بان كدارتي ما تقتلني إمدسين قتلة هي أتدلت إمدسين إلا قتلك الله إلهي با قتلة دلت إمدسين إلا قتلك الله إلهي با كدلية مثلها يدوك في الآخرة قال وحر أفتريد ميحا موحدوني سأنا أخوة عنك إن أنك عفية مرة تاسكك عفية قال وحو يري سعيد بن جبير إن كان عفو عفوي هدوب جرفا من الله تعالى إلهي ما كدوني أي إلهي ما كروا أما أنت أذيك فلا براءة لك ولا عذر أذيك وح عذر وح براءة عفو أدلالها مجروا فقط هذا وعرضي الحجاج وقال وحو يري السيف والنضع أرسفت مغارك إيكانا هلا ودي ودتك إبرك أكدك
مقار يرون بالجوج اللي يا قفل وكر بريني أي الصيف والندع يا غلام. فتبسم سعيد سعيد مركوم وصلي ودول العدي. فقال له الحجاج وحيري وما تبسمك ما هذا بقصيدة. قال وحير سعيد عجبت وحن الله يا من جراءتك ديرنانت على الله أتكون ديرنيسو إيا وحلم الله إلهي دلقات كيس عليك وخود القادم. فقال وحيري اقتله يا غلام وردل اسكرنا فوركي شيء آي دل بردل. فاستقبل القبلة قبلة ابو قابل سعيد بن جريح حق قبلة أجلسي. وقال وحيري وجهت وجهي للذي فضل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال وحيري حجاج احرفوا وجهه عن القبلة قبلة لك سيجيلي حق أسيجيلي كونفر أجلسي آي تاسقين. فقال وحيري سعيد بن جريح فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال وحيري كبوه على الأرض أفقنبي أرد أفقنبي انتات أفاف أزيلي هل كيرك أكبره آية. فقال مركي الأفقم بيي وحيري. فقال سعيد بن جبير وحيري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال وحيري اذبحوا قورع عدو الله عدو إلهي قورع عبور وعلى كرة يمه قورع عبور. فما رأيت ما ركبه رجلا أو عاكحف دبنا منه حقه لآيات القرآن القرآن كأيدي تكيق أنا ولي ما أرق عدو إلهي لو كشي ما شاء الله آية. فرفع سعيد سعيد كربه وقال كفه الذي سقع مد وقال وحيري اللهم لا تسلط الحجاجة إلهي وحجاجة قص اللذن على أحد بعدي قف أنا كذنب إله وقص اللذن آية. روح أنا كذنب إله وقص اللذن. لم يمضي ما يستجن على مسرع سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يعني دل كيسية جريدي كما سوريجن غير 15 يوما سن يتمن بري وحكة بدن سن يتمن مع البوت كليا كسوريك حتى حم الحجاج حجاج قندهم بالوسة طوريو قندا قبط آية. واشتدد عليه وحقدر ناتي وضأ طول مرض دوي حنونك وكسي زيادة يون هبين بهذين كسي دمي هبينك يعني ولو تاقيون ليب بالو تاقيون وي مركز الوسي دوجينيا. فكان وحو هذا يغفو ساعة ويفيق أخرى مروا صوحيا أو حموغو مرنو سومي يرسنيا أو حيا يعني قرسيد بحوغا أسا نغنس. فإذا غفا غفوة وحير مركو يرقيل وشنو يرقمه صغيرة وير وحير بقمه يا مركزه سولي قفوك حنوك كبت مارته وهبينك وسوجه ما تورده وسوجه ذو حنوك عورده وحير با اندي سامر سير قلي مركزه مركي بها حنوك بها هي موته وسوبه يا سوما. فإذا غفا غفوة صغيرة وحير مركو لا مدده انده سايسو قفته استيقل وسوبر عربي مدروع عن أسوه أرقق حزن سوى الأرق جحيه. والحال هو سوى يصيح وقيلنا أيه هذا سعيد بن جبير نجا وسعيد بن جبير أخذهم بخناقي هل كارون تو يهيا أنت سوى لي دفتك بحنبه بكوب الله دجالك كوب الله آه. وسعيد بن جبير هل كارون تو يقول دجنا يا مرض يقول عجنا يا هذا سعيد بن جبير يقول إليه فيما قتلتني وريام حديث إليه هذا هذا يقول تشاشات. ثم يبكي مركاسه أوي يا حجاج بن ويقول حليا ما لي ولا سعيد بن جبير الله سعيد بن جبير معي يجي آية سعيد بن جبير معي يجي ردوا عني سعيد بن جبير وسعيد بن جبير يسوع علي حقيلا يسوع علي كم قلت له آية يسوع علي ردوا عني سعيد بن جبير آية ردوا عني سعيد بن جبير. فلما قال نحبه سلا عصو أقيل أوي يا نفتك قبل مركو دنتي. فلما قال نحبه ووريا ترابه عرديسي لغو أسرع عيدة لغو الرغي رأى بعضهم في الحلم ذاتك يعني قارك ذاتك قار كم دا نين كم دا رؤيا كوارك حجاج بن يوسف وكل رياضة رؤيا كوارك. فقال له حويري ما فعل الله بك والإله محوك بسمية في من قتلتهم يا حجاج وهذه ذاتك إبرك اللي قد الله يسكى هاي ولي بذاتك اللينا ذاتك صلحة أمدنا إلى غيرك يقولك ذاتك تابعين في صحابة الرسول الله تدك أجلها صدّم كن بقى عند كدلالي وحقو يعني حبس يملها كدلالي إسكت عفرك لغرة وصاص إنه يكرك وكجوينا متبرج كدرنا صلاحي وكدرنا بصا الله إياه تدك أدلينا يسمى يعني سيد الله محوك يلا. فقال وحي الحجاج قتلني الله إلهي وإدلي بكل امرئ قت يعني نكستو يعني أندلو قتلة واحدة قف كستون دلما مربع لإدلي وقتلني إلهي ويدلي بسعيد بن جبير 70 قتلته سعيد بن جبير لكن تضبات قرب إلهي يدلي اي تضبات قرب علي عذابي اقل يدلي كل بنت لي سون يا يدلي يا هذا رضي الله عنه وارضاه سعيد بن جبير الله سبحانه وتعالى.